بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد
خشية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وآتوا الزكاة
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
Oh shit.
وإن تصبهم حسنة يكونوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
من يطع الرسول فقد أطاع الله الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسل عليهم حفيظا ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعة ويقولون
يطيعون طاعة ويكونون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم فو
سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم فخيروا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فخيروا بأحسن منها أحسن منها أوردوها.
إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب فيه لا ريب فيه. الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب فيه لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. استمعنا وإياكم لهذه التلاوة الطيبة المباركة، تلاها عليكم علم من أعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والملقب بملك المقامات والذي شرف مصر بالمحافل الدولية لأكثر من 52 دولة على مستوى العالم الإسلامي والمحكم الدولي لعلوم القرآن خارج مصر وداخلها والذي نستمع إليه دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. أقمناها لكم تحت قبة وسماء فخر قصور ضيافة متحركة تحت إدارة أولاد البزاوي